أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. وإلى العنوان: برزنتيشن تعلن تفاصيل مباراة السوبر المصري. والأهلي يواجه منتخب أندية المحترفين بالسعودية. وهاني أبو ريدة يعلن عودة الجماهير بداية من الدور الثاني للدوري. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة وادي دجلة والمقرر لها غدا الاثنين ضمن الجولة 15 للدوري. ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق الليلة بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء استعدادا للمباراة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة مراسل قناة نادي الأهلي أمير هشام. أمير أهلا بك. يا فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا منذ لحظات اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للمباراة الهامة جدا أمام فريق وادي دجلة غدا، والمباراة اللي هتقام في ملعب استاد بترو سبورت في تمام الساعة 7 مساء، وهي أكيد إحدى المباريات المهمة جدا في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري العام. لكن خليني بالتحديد أتكلم مع جمهور النادي الأهلي عن تفاصيل المران النهاردة. يمكن المران ابتدى بالتحديد في تمام الساعة 3:30 عصرا. قبل المران مباشرة كان في محاضرة من كابتن حسام البدري للاعبين، واتكلم فيها مع اللاعبين على نقاط القوة والضعف في فريق وادي دجلة، وطلب من اللاعبين عدم الالتفات وعدم التركيز مع النتائج السلبية الأخيرة اللي بيحققها فريق وادي دجلة في هذا الموسم. فبالتالي أكيد طلب من كل لاعبين النادي الأهلي يكون في تركيز قوي خلال مباراة الغد. بعد المحاضرة مباشرة ابتدى المران الخاص بالنادي الأهلي اللي كان عبارة عن بعض التدريبات البدنية الخفيفة، خصوصا خلاص المباراة بعد أقل من 24 ساعة، وأيضا كان في بعض التدريبات الكرة وأيضا بعض التدريبات القوية من خلال التقسيمة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، واللي أدى جميع لاعبي النادي الأهلي تقسيمة قوية وواضح جاهزيتهم التامة لهذه المباراة. وتألق أكثر من لاعب خلال التقسيمة زي أحمد حمودي وأحمد الشيخ وصالح جمعة. لكن بالتحديد عايزين نتكلم على المصابين يا فيروز، ويمكن النادي الأهلي عنده مجموعة من المصابين اللي ممكن يكونوا يأثروا بشكل كبير خلال مباراة الغد، وبالتحديد خط الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي، غياب سعد سمير، غياب رامي ربيعة، أيضا غياب محمد نجيب وأيمن أشرف. يمكن النهارده أيمن أشرف بالتحديد شارك في التدريبات لأول مرة بعد إصابته بكدمة في العضلة الضمة في المباراة الأخيرة أمام فريق سموحة. النهارده شارك في التدريبات يمكن وضح جاهزيته للمشاركة في المباراة غدا. بالنسبة لسعد سمير، سعد سمير بيأدي بعض التدريبات التأهيلية هو ورامي ربيع لاعبي الفريق. سعد يمكن عنده جزع في الرباط الداخلي للركبة، رامي ربيع عنده آلام في الحوض وبعض الإجهاد في العضلة الضمة. يمكن سعد هيكون قدامه حوالي 10 أيام عشان ينزل في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، ومن ثم يكون جاهز للمشاركة في المباريات. بالنسبة لرامي ربيعة، رامي ربيعة هيكون جاهز للمشاركة في المباراة اللي هتكون بعد مباراة وادي دجلة مباشرة، هينزل في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي في التدريب الذي يلي المباراة مباراة غد مباشرة، عشان يكون جاهز مع المجموعة للمباريات المهمة المقبلة والمرحلة المهمة المقبلة بالنسبة للنادي الأهلي. أكيد أيضا محمد نجيب هو أحد الغيابات اللي ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خصوصا في ظل النقص العددي الواضح في خط الدفاع. محمد نجيب يمكن هو واخد راحة 4 أيام بعد مباراة سموحة مباشرة واللي تعرض فيها للإصابة، أيضا بعد مباراة وادي دجلة مباشرة هينزل للتدريبات التأهيلية بالنسبة له، هياخد حوالي 7 أو 8 أيام عشان يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق. يمكن هو عنده شد في العضلة الضمة ممكن تعطل محمد نجيب شوية، لكن بشكل عام كابتن حسام بدري اكيد مجهز البدائل للمشاركه في هذا المركز. فلو كابتن حسام اكيد شايف جاهزيه ايمن اشرف ان هو قادر انه يلعب مباراه الغد، اكيد هيكون متواجد بجوار محمد هاني، وهو اقرب لاعبي النادي الاهلي للتواجد في هذا المركز، مركز المساك بالتحديد في خط دفاع النادي الاهلي. ايضا عايز اقول على لاعب النادي الاهلي الناشئ مواليد 99 محمد عبد المنعم، واللي تم تصعيده عقب مباراه سموحه، واللي بيأدي التدريبات بشكل جيد جدا مع الفريق الاول، ممكن يبقى له دور خلال مباراة الغد في نعم. طبعا ده هيترتب على الحالة طيب البدنية الخاصة بأيمن أشرف ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد. اتفضل يا فيروز.
أمير، هل بدأت تظهر ملامح القائمة اللي ممكن يخوض بها كابتن حسام البدري لقاء غدا؟ لسه خلال اللحظات دي فيروز الكابتن حسام البدري هيعلن القائمه الخاصه بالنادي الاهلي بعقب دقائق بالتحديد. هيتم الاعلان عن القائمه اللي ممكن تكون متواجده في المعسكر الخاص بمباراه الغد بالنسبه لفريق وادي دجله او بالنسبه لفريق النادي الاهلي امام فريق وادي دجله. واكيد كابتن حسام البدري هيختار العناصر اللي من وجهه نظره شايفها هي الاجهز فنيا للمشاركه في مباراه الغد. طبعا دي بالنسبه كل ما يخص لاعبي النادي الاهلي وتدريب النهارده الختامي قبل مباراه وادي دجله. عايز اكد على جاهزيه جميع اللاعبين ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه قويه يواصلوا من خلالها الانتصارات اللي ابتدت في المباراه السابقه بعد التعثر الخفيف سواء امام فريق طنطا وفريق مصر المقاصه. النادي الاهلي قدر ان هو يستأنف انتصاراته من خلال الفوز على فريق سموحه، وكان اكيد فوز صعب جدا وهام جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري. وايضا نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي خلال مباراه الغد يواصل انتصاراته الهامه جدا خلال هذه البطوله عشان يفضل ينافس ويفضل ان شاء الله ان هو يوصل للتوب طبعا في بطوله الدوري بتحديد المركز الاول اللي اعتاد عليه كل جمهور النادي الاهلي خلال السنوات الماضيه. كل الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. خليني اقول لك ان طبعا عقب المران مباشره وانتهى منذ لحظات زي ما قلت لك هيكون في اعلان القائمه، بعدها مباشره هيتحرك الاتوبيس الخاص بلاعبي النادي الاهلي لاحد الفنادق القريبه من ملعب مباراه نادي الاهلي وفريق وادي دجله واللي هيكون في التجمع الخامس تحديد ملعب بيتروسبورت. ايضا خليني اقول لك عقب الوصول لفندق الاقامه مباشره هيتم طبعا هيكون في وجبه عشاء بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، بعديها ايضا هيكون في محاضره اخرى من كابتن حسام البدري هيتكلم فيها بشكل اوضح وبشكل اكثر تفصيلا عن فريق وادي دجله ومباراه الغد. لكن خليني اقول لك في هذه اللحظات جات لي القائمه الخاصه بلاعبي النادي الاهلي او القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي واللي اعلنها كابتن حسام البدري يا فيروز. محمد الشناوي، احمد عادل، عبد المنعم، رمضان مصطفى دول في حراسه المرمى، احمد فتحي، محمد هاني، ايمن اشرف، علي معلول اللي بينضم اخيرا لقائمه النادي الاهلي بعد تعافيه بشكل كامل من الاصابه اللي لحقت به مؤخرا في العضله الخلفيه، ايضا حسام عاشور، عمرو السليه واللي بيعود ايضا لقائمه النادي الاهلي بعد غيابه في المباراه الاخيره. بالنسبه طبعا بقيه قائمه النادي الاهلي عبد الله السعيد، وليد ازارو اللي بينضم ايضا لقائمه المباراه بعد تعافيه تماما من الاصابه اللي عطلته ما خليتوش يشارك في المباراه الاخيره امام سموحه، ايضا احمد الشيخ، مؤمن زكريا، حسين السيد، اسلام محارب، احمد ياسر ريان، وليد سليمان باكاماني مالامبي، واحمد حمودي، وصالح جمعه، كريم ندفد، وباسم علي. دي القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري واللي اعلن عنها طبعا في هذه اللحظات يا فيروز، واللي ان شاء الله نتمنى كل لاعبي النادي الاهلي اللي هيشاركوا في مباراه الغد طبقا للتشكيل اللي هيحطه كابتن حسام البدري او العناصر اللي شايفها كابتن حسام البدري انسب للمشاركه في مباراه الغد. وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق بشكل كبير ان هو يقدم مباراه قويه يوصل من خلالها انتصاراته سعيا نحو الوصول للقمه كالمعتاد واحتلال المركز الاول في بطوله الدوري العام. لو في اي استفسار يا فيروز معاكي اتفضلي. امير هشام، شكرا جزيلا ليك لهذه الاخبار الهامه واللي مدتنا بيها النهارده، وخاصه قائمه الفريق واللي هيخوض غدا لقاء وادي دجله. اكيد كل التوفيق غدا للفريق الاول. قبل عوده الاخبار من جديد، اعلنت شركه بريزنتيشن سبورت راعي قناه النادي الاهلي والكره المصريه عن تفاصيل مباراه السوبر المصري بين الاهلي بطل الدوري والكاس والمصري وصيف الكاس. ومن المقرر ان تقام المباراه يوم 12 من يناير المقبل على ملعب هزاع بن زايد بالامارات. للمزيد من التفاصيل نتابع تفاصيل المؤتمر الصحفي في سياق التقرير التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوة الحضور والإعلاميين. في البداية دعوني أنتهز هذه الفرصة لتهنئة المنتخب المصري بمناسبة تأهله إلى كأس العالم، ومن هنا نهني القيادة المصرية والشعب المصري وأيضا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم واللاعبين والجهاز الفني والإداري. الحدث إن شاء الله سيقام على استاد هزاع بن زايد، استاد هزاع بن زايد آخر مرة صار عليه مباريات كأس العالم للأندية، واستضاف هذا الحدث مسبقا. اليوم الإمكانيات موجودة في هذا الاستاد للناديين المتواجدين، النادي المصري والنادي الأهلي، لهم
قاعدة جماهيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة أنا سعيد جدا النهاردة وإحنا بنلتقي للمرة الثالثة دولة الإمارات الشقيق بمسؤوليها برؤسائها بشعبها بحكومتها، بيرحبوا باستضافة سوبر المصري للمرة الثالثة. والحقيقة الإمارات في تنظيمها وقدراتها التنظيمية وملاعبها وتسهيلاتها دائما سباقة في استضافة المنتخبات المصرية منذ مدة طويلة. الحاجة الثانية اللي أنا أحب أذكرها النهاردة إنه دولة الإمارات لما بتنظم كأس العالم للأندية، الحقيقة أنا ببقى فخور جدا جدا لما أكون موجود هناك. أنا حضرت طبعا كأس العالم للأندية أكتر يمكن من 12 مرة، إنما الحقيقة لما بيكون الواحد في وسط أهله وفي وسط زملائه وفي وسط أحبائه ويبقى موجود في هذا الحدث الكبير وأشوف القدرة التنظيمية والبساطة في التعامل والبساطة في كرم الضيافة، الحقيقة ببقى سعيد جدا إن أنا أكون قريب جدا من إخواتنا وأصدقائنا شعب الإمارات. استضافة السوبر للنسخة الثالثة على التوالي في دولة الإمارات حدث مهم بالنسبة لنا احنا، بغض النظر عن الأندية اللي موجودة لأنها تمثل عمق العلاقة اللي موجودة ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي. إن شاء الله الاستضافة راح تكون في تاريخ 12 يناير 2018 في استاد هزاع بن زايد اللي أعتقد النادي الأهلي فاز فيه في أول مشاركة عندنا. وفي نفس الوقت الكل يعرف أن استاد هزاع بن زايد يتبع لنادي العين اللي شارك فيه الكابتن حسام حسن وفاز في بطولة الدوري، فمدينة العين إن شاء الله فال على الفريقين. يعني أشكر الحضور جميعا والإخوة الأشقاء من الدولة الحبيبة علينا جميعا دولة الإمارات، لأن الحقيقة مواقفها الرياضية والسياسية مثلها مثل معظم البلاد العربية مواقف تخلينا جميعا نطمن على الأمة العربية من خلال التكاتف والتحالف العربي اللي ممكن إن شاء الله ينهض بالأمة العربية في كل المجالات بإذن الله. فبشكرهم جميعا وكمان بشكر كمان دولة الإمارات لأنها بتستضيف النهاردة، هي بتستضيف النسخة الثالثة من مباراة السوبر المصري. والحقيقة اللي احنا بنشوفه من تنظيم، بنشوفه من إبهار بالنسبة لي الاستادات واليسر على الجماهير، بيخلينا احنا نشكرهم مرة تانية وتالتة. كمان الاتحاد المصري لكرة القدم بهنيهم بالحمد لله الوصول لكأس العالم إن شاء الله دايما بإذن الله، وتكون دي بداية لتطور ملحوظ بإذن الله للكرة المصرية إن شاء الله في السنوات القادمة. الحقيقة يمكن لا شايفه برضو النهاردة من تنظيم ومن أسلوب راقي، فبشكر الشركة الراعية برزنتيشن على الأسلوب اللي أنا الحقيقة سعدت بيه أول ما دخلت. كمان في النهاية هي مباراة كرة قدم إن شاء الله جميعا نسعد بيها وتقدم مستوى يليق بالكرة المصرية أداء وسلوكا إن شاء الله. النهاردة بالنسبة لنا كاس السوبر ده أول مرة بنلعبه النادي المصري وبنلعبه مع نادي عظيم زي النادي الأهلي، فدي حاجة بالنسبة لنا احنا حاجة جميلة خالص، نتمنى أنها تتكرر كل سنة إن شاء الله. بداية بنوجه الشكر الكبير قوي لأشقائنا وإخواتنا في دولة الإمارات، الناس اللي عمرهم ما كانوا بيتأخروا عن مصر والعلاقات الممتدة سنين مع أحفاد الشيخ زايد، بنشكركم شكرا جزيلا باسم البنك وباسم شعب مصر كله. وبوجه شكرنا كمان لشركة برزنتيشن اللي قدرت انها تحط بطولات مصر على الخريطة الدولية والعربية، وقدرت تطور في الميديا الرياضية، وأصبحت الكرة المصرية جزء من القوى الناعمة لمصر زي الفن وزي السينما، وأصبح الوطن العربي كله من المحيط للخليج بيتابع البطولات المصرية. بالنسبة لنا السوبر من كل سنة بقى عيد خلاص، كل برزنتيشن مستنية اللحظات اللي هنسافر فيها علشان نروح نشتغل في الإيفنت الكبير ده. الإيفنت اللي بدأ من سنتين، عملنا النسخة الأولى وعملنا النسخة الثانية،
وبدأناه في دولة إحنا ما بنحسش إن إحنا هناك ضيوف. بدأناها مع مجلس أبو ظبي، مع السيد أبو حمد عارف العواني، ومع السيد أبو عبد الله محمد هزام، ومن ساعتها لغاية النهاردة ومجلس أبو ظبي واتحاد الكرة الإماراتي هما شركائنا في هذا الحدث الجلل، الحدث اللي إحنا بنحس إن السوق كله مستنيه. إحنا من أول ما بنبدأ بس الموسم يخلص الدوري الناس بتسأل السوبر فين هيتعمل إزاي، العالم كله بيسأل السوبر المصري فين السنة دي. منتج من المنتجات الكبيرة اللي حققها وعملها اتحاد الكرة، وعايز أقول إن اتحاد الكرة في آخر مزايدة كان بيفاوضنا بيقول لنا أنتوا كفاية عندكم السوبر اللي اتعمل من سنتين. فخر لينا كبرزنتيشن إن إحنا بنشيل علم مصر ونسافر فيه لدولتنا الإمارات، وبننظم واحدة من أكبر الإيفنتات. طبعا بقول إن استضافة مباراة السوبر في دولة الإمارات بيضيف إيجابيات كثيرة جدا للبطولة، ويمكن من الإضافات طبعا اللي موجودة السنة دي إن يبقى موجود نادي المصري، طبعا إن بقى إحنا موجودين وده شرف لينا، وأتمنى إن شاء الله المباراة تبقى يعني تليق بإذن الله بالحدث وبالمستوى اللي احنا بنتمنى طبعا في ظل تأهلنا لكأس العالم، ان نقدم ان شاء الله طبعا مباراة تليق باسم مصر ان شاء الله في دولة الامارات. وبتمنى ان شاء الله ومتأكد ان هي مباراة هتكون على المستوى الفني والمستوى الاخلاقي ان شاء الله، واجهة مشرفة لمصر كما تعودنا ان شاء الله. في الحقيقة يمكن شرف ما بعده شرف ليا شخصيا والنادي المصري ان احنا نكون متواجدين. مجرد وجودنا في كأس السوبر فهو ده بطولة وإنجاز كبير على المستوى الشخصي، مستوى التدريبي، أو لنادي كبير زي نادي المصري. وأنا دايما بقول نادي المصري من ضمن أكبر 5 أندية موجودة في مصر، مع الأهلي والزمالك المصري والإسماعيلي والاتحاد. مجرد الوصول لكأس السوبر أعتقد كان محتاج صعوبات، كان في صعوبات كبيرة جدا، و الحمد لله يمكن يستحقها النادي المصري في النهايه ان يكون متواجد مع نادي كبير زي النادي الاهلي. السوبر المصري سوبر بطوله مهمه وبطوله قويه وبطوله بالتاكيد بيتابعها كل الناس او بيهتم بها كل الناس، وخصوصا طرفي اللقاء، لكن لازم تبقى فيها مسؤوليه كبيره جدا، وخصوصا انها بتقام في الامارات. اتمنى من الجميع ان هو باذن الله يكون هي كوره وهي منافسه، لكن زي ما انا قلت فيها اطار المسؤوليه. متأكد من الحتة التنظيمية، ما عنديش شك في كده، متأكد انها تخرج بصورة رائعة جدا تليق باسم ومكانة المكان اللي هيستضيفها، لكن كمان ان شاء الرحمن هتليق باسم ومكانة الناديين، هتليق باسم ومكانة الكرة المصرية. هتبقى رايحين نعبر عن نفسنا، رايحين نعبر عن أدائنا وسلوكياتنا وأخلاقنا، وكمان صورتنا قدام كل العالم العربي بل كل العالم بشكل أجمع. يعني إن شاء الرحمن بإذن الله هتطلع بشكل كويس على المستوى الفني والسلوكي والأخلاقي بإذن الله تعالى. برحب مرة تانية وتالتة وبشكر كل القائمين على تنظيم المؤتمر ده، وما عنديش شك أبدا إن شاء الرحمن بإذن الله إنها تطلع بصورة بإذن الله تليق بالكرة المصرية وسمعتها ومكانتها بإذن الله. شكرا جزيلا. قبل عودة الأخبار من جديد، وافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي بعد التنسيق مع جهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم على إقامة مباراة للأهلي مع منتخب أندية المحترفين بالمملكة العربية السعودية في فبراير المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة تحت رعاية معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس رعاية الشباب والرياضة بالسعودية. وطلبت اللجنة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مخاطبة اتحاد الكرة لمعرفة الموعد المناسب لهذه المباراة في ظل تلاحم المباريات المحلية.
قررت لجنة الكرة مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مستحقات الأهلي بخصوص اللاعب مروان محسن والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة. يذكر أن لوائح الفيفا تنص على أن يتحمل الاتحاد الدولي تكاليف إصابة اللاعبين الدوليين المؤثرة في مثل هذه البطولات الدولية والمحلية. استعرضت لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من عبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق في اجتماعها الأول دراسة كافة الأوضاع الخاصة بقطاع الكرة. وناقشت اللجنة مع كل من حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، وطلبت من البدري وعبد الحفيظ التصور الخاص بالفريق الأول والعناصر والتي يحتاجها للتدعيم الفني خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويقوم البدري وعبد الحفيظ بتقديم قائمة بأسماء هذه العناصر للجنة الكرة في اجتماعها والمقرر انعقاده عقب مباراة الأهلي ووادي دجلة في بطولة الدوري.